انتشر غادي يدير لنا واحد الوب. والله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، بارك الله عليكم. وفي إطار التدابير الوقائية المتخذة من أجل القضاء على تفشي هذا الوباء ديال كورونا، تم اتخاذ مجموعة من التدابير. تم إحداث خلية ديال التطهير تحت رئاسة السلطات الإقليمية، حيث تم تهيئة مجموعة من المعدات والوسائل اللوجستيكية وكذلك الموارد البشرية، إضافة إلى مواد التطهير، حيث يتم بشكل يومي التنسيق مع السلطات المحلية، وذلك من أجل تعقيم وتطهير جميع الشوارع والأزقة وكذلك المحطات الطرقية، إضافة إلى سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. أضف إلى ذلك بعض الدواوير بالعالم القروي. هذه العملية انطلقت تقريبا هذه واحد الأسبوع وحنا مازالين مستمرين فيها. يتم تعقيم كذلك الإدارات والمرافق العمومية. هذه العملية ديال التعقيم تتم بالتنسيق أيضا مع المصالح ديال وزارة الصحة.